الباب الأخير وبه نختم. نعم. فقد أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه أحمد وغيره من طريق حجاج بن حجاج عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع أو مذمة الرضاع؟ قال: الغرة، العبد أو الأمة. فما المراد بمذمة الرضاع؟ وهل للمرضعة حق سوى الأجرة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا أنت رضعت عند امرأة وأنت صغير، المرأة تمن عليك طيلة حياتها: أنا مرضع فلان. فواحد لا يريد هذا العار، إن امرأة رضعتني، امرأة رضعتني، مع أنها أخذت أجرة. فواحد جاء يسأل الرسول: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ واحد تعيرني إنها رضعتني. قال: الغرة، العبد أو الأم. يعني أعطيها غرة. ما الغرة؟ العبد الأبيض أو الأمة البيضاء. يعني أنت إذا أعطيتها هدية عند الكبر عبد أبيض أو أمة بيضاء، خلاص تكون أذابت عنك مذمة الرضاع. الحديث ضعيف الإسناد. بارك الله فيكم.